السلام عليكم، رمضان أجانا وكل عام وأنتم بخير وأحبابكم بكل خير، وإن شاء الله السنة الجاي رمضان بنعاد علينا في حال أفضل من هذا الحال. بما أن رمضان هو شهر العبادات، الصلاة والزكاة والصيام، والعبادة ما بتقتصر بس على هيك، كمان لأنه تعليمنا هو عبادة، قررنا إحنا في MS Academy نطلق سلسلة تعليمية سميناها رمضانيزي، اللي منعلم من خلالها اللغة الإنجليزية في رمضان. راح يكون عندنا حلقتين في الأسبوع نتناول فيهم قصة من قصص الأنبياء ونتعلم أهم العبارات والكلمات اللي لها علاقة في القصة، واليوم راح تكون حلقتنا الأولى اللي راح نحكي فيها أهم الكلمات والعبارات اللي لها علاقة في شهر رمضان المبارك في اللغة الإنجليزية. إذا كانت هاي أول مرة لإلك في قناتنا، أنا أستاذ موسى سالم مدرس لغة إنجليزية، وما تنسى تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، وتعالوا نبلش بالحلقة مباشرة. Hi and welcome back to MS Academy where I help you speak English confidently. اليوم رح نبلش بالحلقة الأولى من سلسلة رمضانيزي، واللي رح نحكي فيها أهم الكلمات والعبارات اللي إلها علاقة في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. بداية، It's the ninth month، الشهر التاسع of the Islamic calendar، من التقويم الإسلامي. احنا بنعرف انه عندنا تقويمين في العالم، تقويم قمري وتقويم شمسي. التقويم القمري بنسميه lunar calendar، والتقويم الشمسي بنسميه Gregorian calendar. احنا كمسلمين بنعتمد على القمر lunar calendar في حسابات الأشهر خاصتنا. الشهر رمضان المبارك هو بيكون الشهر التاسع من هذا التقويم القمري lunar calendar، التقويم القمري، او ممكن نسميه the Islamic calendar، التقويم الإسلامي. شهر رمضان المبارك احنا بنعرف انه بلش on the appearance of the crescent، يعني ظهور الهلال، وهذا الظهور للهلال it marks the beginning of the month، بدل على بداية الشهر اللي هو شهر رمضان المبارك. بشهر رمضان المبارك Muslims from all over the world، المسلمين بكل أنحاء العالم they fast. Fast معناها يصوم، or abstain معناها يمسك، or refrain from يمتنع عن food, drinks or any immoral behaviors، عن الأكل، الشرب وأي أعمال غير أخلاقية، لأنه إذا قمنا في هاي الأعمال we invalidate the fast، نبطل الصوم، or we break it، أو إحنا بنكسر الصوم. فكلمة صيام باللغة الإنجليزية هي fast، وكسر الصيام invalidate or break the fast. Invalidate هي أكثر إبطال الصوم. المسلمين بصوموا من sunrise to sunset، من شروق الشمس حتى غروبها، أو from dawn to dusk، من خلينا نسمي من الفجر حتى الغسق، أو ممكن نحكيها بطريقة ثالثة اللي هي from sunup to sundown، من طلوع الشمس حتى غروبها. ففي عنا ثلاث طرق نحكي من البداية حتى النهاية، اللي هم sunup to sundown، sunrise to sunset، or from dawn to dusk. والوجبة اللي بتيجي قبل الفجر اللي هي وجبة السحور بنسميها سحور بالإنجليزي، or pre-dawn meal، وجبة ما قبل الفجر. والإفطار احنا بنسميه breakfast، أو إفطار اللي هي وجبة الإفطار. طبعا شهر رمضان المبارك هو شهر month of worship، شهر عبادة. العبادة إلها عدة أنواع، ممكن تكون fasting صيام، ممكن تكون prayer صلاة، ممكن كمان العبادة تكون introspection، يعني التأمل ذاتي ومراجعة للذات، تتذكر شو عملت السنة الماضية، أخطاء. وكمان ممكن العبادة تكون اللي هي إنك تعزم عيلتك وقرايبك عندك في تقرب لله، اللي إحنا بنسميها الكوميونال ميلز. كوميونال ميلز معناها العزائم. فإحنا بنعرف إنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فGod forgives، ربنا بسامح في هذا الشهر those who observe the month with fasting and prayer or any faithful intentions، فربنا بسامح للي بيقوموا بصوم هذا الشهر وبيصلي فيه وبيقوم بأعمال حسنة. وطبعا جزء من أهمية شهر رمضان المبارك هي ليلة القدر. في عنا عدة ترجمات لليلة القدر، لكن الترجمة اللي راي عليها المعظم هي the night of power، ليلة القدر. ليلة القدر هي ليلة مباركة لأنه أنزل
القرآن في هذه الليلة. فإحنا كمسلمين إحنا هاي الليلة منحييها خلال the last 10 days of the month، في آخر 10 أيام وترية أو 10 ليالي وترية من الشهر المبارك، وعادة بتكون the 27th ليلة 27 من شهر رمضان المبارك. الليلة هاي تعتبر ليلة مباركة وليلة مهمة لأنه the Quran was revealed، أنه أنزل القرآن على البروفيت محمد سيدنا محمد peace be upon him عليه السلام خلال هاي الليلة. وطبعا احنا كمسلمين بنحيي هاي الليلة كمان في العبادات اللي حكينا عنها سابقا، a prayer الصلاة، reciting the Quran قراءة القرآن وإلى آخره، كمان برضو giving charities إنه ندفع صدقات وزكاة وإلى آخره. On the night of the 29th of the month of Ramadan، في ليلة 29 من شهر رمضان، we observe the crescent once again، احنا نتطلع أو نتحرى الهلال كمان مرة، because it marks the end of رمضان، لأنه هو بدلنا على نهاية شهر رمضان المبارك وبدلنا على بداية عيد الفطر، the عيد of breaking the fast، عيد كسر الصيام. وإن شاء الله نوصل للعيد وحالنا أفضل من هذا الحال. رمضان مبارك عليكم جميعا وينعاد عليكم وعلى كل أحبابكم بالصحة والسلامة. اتعلمنا بهاي الحلقة كم من كلمة وكم من عبارة إلها علاقة في شهر رمضان المبارك. إذا عجبتكم هاي السلسلة تنسوش تكتبوا لنا رأيكم فيها وتدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب. رمضان مبارك.